قبل رحيل محمد صبحي للزمالك كان هو الحارس الأساسي. هل وجود محمد صبحي كحارس أساسي لأنه أفضل بكتير من محمد شيكا فنيا؟ حاجة تانية، قول حاجة تانية. نسيت والله. في حارس هيجي وممكن يكون هو الأساسي الموسم الجاي، هل ممكن وقتها تبحث عن عروض تانية وتمشي من فاركو؟ أكيد طبعا. ماتش الأهلي الأولاني حصل بينك وبين علي معلول موقف تفتكره؟ ميسي شيكابالا في تصريح مهم ليك قلت دوري المظاليم أقوى من الدوري الممتاز، على الرغم من دوري المظاليم بالتأكيد ما بيصرفش 5% من مصاريف الدوري الممتاز. شايف إن في أندية في الدوري الممتاز بتصرف على الفاضي؟ أهلاوي ولا زملكاوي؟ فرقاوي. شايف إن المنطقي إن ممكن يكون لعيب في الدوري المصري يوصل ل 40 مليون جنيه؟ ايه طبيعة علاقتك بشيكابالا؟ عايز اجابة صريحة. لو بكرة فاركو كلموك وقالوا لك انت عندك عرضين، واحد من الاهلي واحد من الزمالك، وقدامك 10 دقايق تختار، هتختار ايه؟ الدنيا سهلة بس هي مش بص